مرحبا أصدقائي، معكم محمد أحمد عمر حمال. اليوم بدنا نحكي عن أفضل 5 يوتيوبر وزعوا هدايا، معكم من قناة آل أحمد. خلينا نبلش. رجعنا لكم أصدقائي مع أفضل 5 يوتيوبر. منبلش برقم 5. طبعا هيدا رقم 5 محب الجميع يا معلم، ما خلى حدا ما صاحبه والاشتراكات عنده ما شاء الله، كل يوم عم تزيد كل يوم عم تزيد. يعني يا شباب والله ما بعرف شو بدي اخبركم، ما خلى حدا ما صاحبه. يعني شوف، يعني ما بدي اروح عليكم المفاجاه، روح احضروا. اللي شفتوا الصوره اللي صورناها امبارح انا وياك، شفت الصورة تصورناها امبارح انا وياك؟ ايه خيي شفتها بعدين كيفها؟ كيفها تمام؟ معك قبل صورة تذكرت؟ ما شاء الله مبين عليك 4-5. انت موبايلك ما في كاميرا؟ في. وين؟ بالبيت. هداك بالبيت، يعني انت مالك حامل موبايل الا حاليا في كاميرا وهيك. طيب، نشرت الصورة انا على الانستغرام، فكل المتابعين صاروا يحكوا لي لازم نشتري لك موبايل، اوكي؟ هذا طلب منهم. يعني انا صحيح انه انا اللي عم قدم على هذا الشيء، بس هذا باسمهم، اوكي؟ فهلا انا وياك لازم نروح وتنقي الموبايل اللي بدك اياه. تليفونك فيه كاميرا؟ ليش خي في تليفون ما فيه كاميرا الايام؟ ما بعرف من كانوا عادته بسوريا. بسوريا ارحمنا. استر عرضك يا زلمه. في تليفون ما فيه كاميرا يا زلمه. بايام الايفون اكس في تليفون ما فيه كاميرا. فكر حالك وعدك على ايام الرمبه يا زلمه فيه كاميرا. يعني حتى هو عم يهدي الهديه من جمهوره، تخيل يعني. ابن سوريا معلم باختصار دفع بس الطلب من جمهوره، بنفس الوقت هو ما خصه، يعني لك باختصار فيك تزقف له ابن سوريا لانه ما هو اللي هدي الهديه، اللي هديها جمهوره. شكرا جمهور ابن سوريا لانكم هديتوا هذاك الشاب، يعني عن جد ما في شيء يعني في رسمي منه، يعني من جمهور نعتذر منكم لهيك فيديو. ما في شيء رسمي من ابن سوريا، وهذا الفيديو للتوب 5 لو جمهور ابن سوريا مش لابن سوريا. يعطيك العافيه. هلا من بعد اذنك بدنا موبايل الشاب يكون احدث شيء. هلا احدث شيء بشكل عام انا بظن الايفون اكس ماكس. نعم. ايه تمام، اعطيني الايفون اكس ماكس من بعد. ذهبي؟ ايه ما بيأثر ذهبي؟ تمام تمام. لحظه اخي، مش على اساس قال له تنقي التليفون اللي بدك اياه؟ مزبوط صح مزبوط. آه بلكي زلمه ما بيحب الايفون، ما بيعرف خي يشتغل على الايفون، بلكي بحب السامسونج، بلكي بده ايباد خي. صح مزبوط كلامك. انت شفت لي هاللقطه كيف هيك فاتلع ذهبي؟ ذهبي ولا مش ذهبي؟ بدك يا ذهبي ولا لا؟ ايوه حتى على اللون قال له ذهبي. بعد شو بده يضربه يا زلمه؟ عم ذهبي معلم. هي 50 200، يعني 10,000. تمام، هيك بنكون خلصنا من رقم 5 اللي هو بيكون ابن سوريا. خلينا نفوت على رقم 4. يلا جايز، اكيد انتم ما تكون فاهمين شو عم يصير، لهيك انا هون لحتى افهمكم الفيديو هاد شو رح يصير فيه. رح تكون في هديه شيرو بده اياها من فتره كتير طويله، وكتير صعب انكم تجيبوها بهاي الفتره. طبعا مشان ما نطول عليكم الموضوع، كانت الهديه عباره عن PS5 وسماعات او CD فيفا. هلا بدنا نفوت برقم 3 اللي هو ناجي القاق. يلا. إذا ضحكتنا رح تربح واحدة من هاي الهدايا، وإذا ضحكتنا حتربح معنا هدول الهدايا. مشان ما نطول عليكم الموضوع، خلصنا من هدايا ناجي القاق اللي هن عبارة عن 4 هدايا. طبعا في جزء تاني إله مش موجود هلا، إن شاء الله بس ينزله أو بس أنا أشوفه بالأحرى حنحضره للفيديو. كانت هدايا ناجي القاق عبارة عن 4، واحدة منهم كيبورد جيمينج وتليفون تكنو سبارك 5 واثنين لينوفو 11. تمام، هلا حبايبي خلينا نفوت على رقم 2. يلا
في هذا الفيديو بشتري كمية ضخمة من الايفونز وبوزعها على الناس بالشارع بطريقة كثير متخلفة. ايفون بليرة ليرة ليرة تليفون بليرة تليفون بليرة تليفون بليرة كنا احنا بلبنان لازم نقوله الف الف لبناني الف 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 تليفون الف اهلان سمعتك عم تقول تليفون بالف؟ ايه فيني اخذ اثنين؟ اختار نقي اللي بدك اياه هدول اثنين حلوين ثواني هيا اللي تحت ماشي تفضل هيا الفين اوه شكلها تليفونات محترمة ايه عجينة كأنه فاضيين فاضي علم A few moments later. طبعا تحية لأبو الروب لأنه وزع بطريقة كتير مبتكرة التليفونات اللي هي أنه صار يمشي على العالم بالشارع ووزع يمين وشمال بطريقة كتير حلوة يعني برافو عليك تحية لأبو الروب ويمكن هلأ هو خطب أو تجوز لا خطب خطب ألف مبروك أبو الروب ألف مبروك من القلب وتجوز عشان نعمل فيديو تاني عليك يلا وهلأ بدنا ننتقل للتوب 1 قال لي ليش توب 1 ليه توب 1 لانه ابو فيلا لا يقهر اكيد بتمنى من جماهير ابو فيلا تطلع فينا شوي بركي بنطلع حواليه بنصير يعني ما مش مشكله انا بلم بالمليون ما بدي 22 يلا خلينا نبلش بد ابو فيلا يلا بالمقدمه بدنا نطول عليكم طولت علينا زي ما خلص هجوم على التليفون مثل العاده يلا واصل يا كيم حبيبي يا مجهول ان شاء الله واصل للمليون العشرة مليون عشرين مليون ثلاثة اثنين واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسة مليون عشرة مليون اكثر من عدد سكان نيويورك سيتي كام بالله عليك بس مستعد لهذه اللحظة العظيمة طبعا ابو فيلا غني عن التعريف انسان تعب على حاله وصبر ونال صعب كتير يوتيوبر عربي يوصل لهالمرحلة يعني بهني والله بيستاهل بيستاهل كتير ووصل لمرحلة الرخاء 22 مليون 23 مليون اللهم لا حسد ما بدك تشوف الهدايا طبعا يلا يلا نبلش الهدايا اول شيء خمس اجهزه بي سي بمواصفات عاليه خمسه جناب كل جده فيها الف دولار عزيز المشاهد وبعد مو بس كده وخمس اجهزه ايفون 13 عزيز المشاهد ومو بس كده وخمسه اجهزه بلس 10 يا عزيز المشاهد هذا اللي موجود بخزنة العشرين مليون وبس يا عزيزي المشاهد ان شاء الله عجبكم اشياء داخل الخزنة العشرين مليون بس شكرا شباب ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب لحظة معنا لحظة اي لايك وشير وسبسكرايب ما اختلفنا في يعملونا هن فكرك ابو فيلا خلص ما خلص لا يا زلمة لا 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 لا, لا 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 ابو فيلا لسه عنده شغل كبير يا جماعة دقيقة خاصة 20 مليون فيها 20 سيارة ولك شنو هذا ولك شنو ولك 20 سيارة يا رجال Devil in a red dress Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang bang, I'm a hand on a trigger وهيك منكون خلصنا الفيديو وشباب ما تنسونا باللايك مرة تانية خيي كل مرة بدك تذكرهم باللايك خيي ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب إذا بتريدوا أمانة إذا بتحبوا والله يلا بنلتقى بفيديو جديد و شجعونا خير شجعونا السلام عليكم